السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فتاوى الناس ليوم الجمعة. نتحدث اليوم عن السهو في الصلاة. كان سؤال حلقة اليوم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج: برأيك كيف يقي الإنسان نفسه السهو أثناء الصلاة؟ معنا اليوم وكالمعتاد عالمنا الجليل فضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الديانة المصرية، الذي أرحب به بداية لنطرح عليه كل ما لدينا من أسئلة، وأسئلة حضراتكم أيضا التي سترد إلينا عبر الهاتف وأيضا الرسائل النصية. مرحبا بك مولانا، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا منصور، وحشتنا. فيك وحفظك. بنحفظك. فضلت الدكتور مجدي، نسال يعني في البدايه، هل سجود السهو واجب عند النسيان في الصلاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. طبعا مساله سجود السهو دي مساله مهمه بالنسبه للمصلين وللساده المشاهدين. انا بسجد للسهو امتى عشان خاطر أعرف هل واجب إن أنا أسجد ولا ما أسجدش؟ أنا بسجد للسهو عندما أشك مثلا إن أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة أو ثلاثة ولا أربعة، بنبني على الأقل وبنجيب الركعة اللي ناقصة وبنسجد سجدتين للسهو قبل التسليم. طيب ما سجدتش السجدتين للسهو دول، ما أنا جبت الركن خلاص، يبقى في إذا تركت ركنا فلا بد أن آتي بهذا الركن وإلا الصلاة لا تجوز. يبقى لو نسيت مثلا ركوع ركعة يعني، أو نسيت سجدة من السجدتين، فلازم أجيب الركوع ده أو السجدة من السجدتين لازم، وإلا صلاتي لا تصح. ومن باب السنة إن بعد ما أجيب الركوع اللي نسيته أو السجدة من السجدتين إن أنا أسجد سجدتين للسهو قبل التسليم. عظيم. نمشي حاجات تانية. قالوا إذا نسيت التشهد الأوسط، التشهد الأوسط حكمه عندنا إن هو سنة وليس ركنا من أركان الصلاة. وطالما أنه هو سنة، إذا نسيت السنة من السنة أن تقوم بسجدتي السهو. طب نسيت سجدتين السهو لما نسيت السنة اللي هو التشهد الأوسط، قال لك صلاتك صحيحة ولا شيء فيها. لما أنسى مثلا القنوت في الفجر، نصلي الفجر كده ونقنط عند الإمام الشافعي، وده المذهب اللي ماشيين عليه، فنسيته، قال لك من السنة أن تسجد للسهو له، خلاص فتسجد للسهو سجدتين للسهو قبل السلام. طب نسيتهم، نسيت القنوت وما سجدت السجدتين للسهو، قال لك صلاتك صحيحة أيضا. ده في بيسموه عند الإمام الشافعي الأبعاد الصلاة، أو تركت ركنا فتأتي بالركن، ومن المستحب والسنة أن تسجد سجدتي السهو قبل التسليم. أما مثلا نسيت أقول سبحان ربي العظيم مثلا مرتين أو ثلاثة، قلتها مرة مثلا أو ما قلتش خالص، قال لك ممكن هنا ما نسجدش للسهو، لأنه أمور خفيفة بيسموها في الصلاة، ليست أبعادا من الصلاة ولكنها من السنن المستحبة في الصلاة. التانية الأبعاد دي متأكدة أكتر، السنن أهون شوية بالنسبة للصلاة وبالنسبة لتقسيمة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. طيب ناخد بعض الاتصالات ونواصل مع فضيلتك الدكتور مجدي. أختنا الحاجة سميحة، تفضلي فن. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ شريف؟ ازي حضرتك؟ ربنا ربنا يبارك لكم ويديكم الصحة يا رب على القناة الجميلة اللي بنسمعها على طول. ربنا يبارك. عايز اسأل الدكتور مجدي على حاجة في الميراث. أنا والدتي قبل ما توفى رحمها الله كانت سايبة جزء من الفلوس، مش جزء مش كبير يعني، حوالي 30-35 ألف جنيه، بقيت معاشها. فهي قالت احنا هنوضب بيه الشقه دي عشان تبقى شقه العيله. احنا بنتين ولد ولينا اخ متوفي معاه بنتين وزوجها. هل بنتين ورثوا في ال 30,000 جنيه ولا هي مصيانة نعمل بيهم الشقه؟ يعني 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 هي تركت حضرتك؟ ايوه، واخت ليا واخ. واخت واخ. والبنتين؟ بقى تاني متوفي معاه بنتين وزوجها. واختين؟ اه. وبنتين لولد متوفى. ما فيش بنتين بس وزوجة بس، ما فيش ولد معاه. اه بنتين لولد متوفى. حاضر. الوصيه تنفع؟ حاضر. شكرا. شكرا. اختنا امه الله تفضلي فن. عليكم ورحمه الله وبركاته. بس قطع الاسئله سؤال. تفضلي فن. هو السؤال الاولاني على سجده السهو، ان انا احيانا يعني لما بسجد بنسى انا سجدت دي اول واحده ولا ثاني واحده، فبعمل على اساس ان هي ناقصه وبزودها، وبنسى بقى دايما بنسى ان انا بسجد سجدة السهو بعد ما اخلص، بس انا بصلحها وانا بصلي يعني. يعني حضرتك بتنسي سجدتي سجدتين السهو واحده ولا اتنين؟ لا لا انا يعني وانا بصلي يعني بسجد السجود العين، فبنسى مثلا السجد.
يعني بتسهي عن ركن او حاجه فبتسجدي سجده السهو وبتنسي اذا كنت سجدتي سجده او اتنين للسهو. ده اللي احنا فهمناه. طيب يا ريت ترجع لنا تاني. طيب نجاوب الحاجه سميحه مولانا. هي الحاجه توفت عن بنتين وولد وبنتين وزوجها لولد تاني، فبتقول البنتين دول لهم وصيه واجبه ولا يرثوا ازاي؟ هم ليهم وصيه واجبه، بس وصيه واجبه في التركه مش في الوصيه. يعني لو ان الام عملت وصيه وقالت 35 ألف عشان تبيضوا الشقه واخواتي كلهم حاضرين، فعاوزين نعمل بوصيه الست الوالده باتفاق الورثه، فنعمل كده. يعني لو الورثه وافقوا على هذا يعملوه يخرجوا ال 35 ألف درهم من بقيه التركه. بقيه التركه لو وافقنا على هذا هتقسم بقيه التركه طبعا، ويكون ولاد الاخ اللي هم البنتين ليهم نصيب ما كان ياخذ ابوهم لو كان حيا نصيبه، او التلت الباقي ده لو كان يعني اقل، يبقى التلت او نصيب ابوهم اللي كان ياخده ايهما اقل، ياخدوا البنتين. نعم. عظيم. طيب واختنا امة الله كانت بتسال سؤال في موضوع حديثنا سجود السهو، يعني فهي بتقول ان هي لما يعني بتخطئ في الصلاه وبتيجي تسجد سهو بتنسى اذا كانت سجدت سجده سهو واحده او سجدتين، وبترجع تتلاشى ده في الصلاه، فمش عارف اذا كنت فهمتها صح ولا غلط. لا هي ممكن حضرتك، وممكن سؤالها يحتمل امرين، ان هي بتنسى سجدت سجده واحده او اتنين سجود الصلاه الركن، فاحنا في الوقت ده بنقول ايه وهي بتعمل كده؟ بنبني على الاقل، اعتبر نفسي ان انا سجدت واحده مش اتنين، اروح سجده السجده الثانيه، ومن السنه اسجد للسهو قبل ما اسلم، يبقى لازم الركن اكمله. لو شككت في الركن ببني على الاقل، شككت سجدت سهو ولا اتنين سجود الصلاه نفسها مش السهو، يبقى اقول لا انا سجدت واحده وبعدين اسجد الثانيه، وقبل التسليم من السنه اسجد سجدتين السهو. طيب لو جه سجود السهو وبعدين عاوز نسيت سجود السهو او نسيت اسجد سجدتين، سجدت سجده واحده، اعمل ايه وخرجت من الصلاه؟ اذا خرجت من الصلاه خلاص، انما لو انا في الصلاه وتذكرت وانا قايم من السجده الاولى كده وافتكرتها الثانيه قلت لا دي الاولى اسجد سجده ثانيه للسهو ما فيهاش حاجه واسلم، انما لو خرجت من الصلاه خلاص. ما هو قالوا يعني ايه هسجد سجود السهو او هسجد سجود سهو لاني سهيت في سجود السهو؟ حتى الامام الكسائي قال المصغر لا يصغر. هو صغير السجود السهو دي حاجه بسيطه ونسيت فيها، هنصغره اكتر من كده؟ فالفقهاء قالوا لا، يبقى احنا طالما خرجنا من الصلاه يبقى مش هنسجد سهو لاننا نسينا سجود السهو. طيب ناخد اخونا الاستاذ محمد، اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور مجدي؟ ربنا يطمن عليك. اهلا بيك يا فندم، ربنا يبارك فيك. فضلك انا عندي 70 سنه دلوقتي، انا يعني السهو عندي وارد في كل شيء في حياتي والحمد لله. انا في الصلاه ساعات ما بعرفش صليت اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ما بعرفش، وحتى سجود السهو ساعات مره اتغاضى، يعني مش بتغاضى كلمه اتغاضى، يعني انا ما بنساش، انما انا بقول بتغاضى ان انا بنسى، مش بتغاضى مش عارفه دي بتعملها ازاي، بس انا بنسى حتى في حياتي الخاصه وفي حياتي العامه انا بنسى، لان عندي 70 سنه. ده نمره واحد. ده اول سؤال سعادتك، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتصرف ازاي. تاني حاجه، انا ما بصليش في مسجد غير لما بكون نازل في الشارع، غير كده انا بصلي في البيت الاوقات على الاذان بالظبط بالملي زي ما بيقولوا. السؤال الثاني حضرتك، انا عندي ابني احتياجات خاصه في العقل، في العقل، هل الزمه بالصلاه والمتابعه؟ انا مش عارف، انا محتار في حياتي بالنسبه للامرين دول اساسا. حاضر. ابني دوت حضرتك اللي هو احتياجات خاصه، مش عارف يعني هو كبير عنده فوق ال 30 سنه، مش عارف الزمه، هو متعود يصلي كل حاجه بس طبعا صلاته بيتكروت فيها، فمش عارف هل ده خطا عليا ان انا بسيبه بتركه ازعق له ولا ما ازعقلوش، مش عارف اعمل ايه. حاضر. فالتفكير حضرتك وربنا يبارك لنا فيه. ربنا يحفظك. حضرتك رد عليا بعد المكالمه. حاضر يا استاذ ايمن، اتفضل. استاذ احمد. الو، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور مجدي؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك عايز اسال بس سؤالين. اتفضل. السؤال الاول الخاص بموضوع السهو ده، انا تقريبا على طول يعني بتلخبط في الصلاه، يعني مثلا لو انا بصلي الظهر 4 ركعات يعني في الركعه الثالثه بقول هو انا صليت الرابعه ولا لا، في 3/4 الصلوات يعني، فغالبا ده وسواس، علاجه ايه؟ تمام. وازاي اركز في الصلاه قوي؟ تمام. طيب. ده اول سؤال. تاني سؤال، دلوقتي في موبايل جديد، تمام، هو غالي شويه،
ففي اوبشن اللي هو انا اشتريه بالقسط بس الفوائد، هل ده حرام ولا حلال؟ طيب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا استاذ. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب نجاوب ام احمد. الحاجة ام احمد اتفضلي يا ام احمد. طب ناخد مدام فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا حاجه فاطمه؟ زي ما عليك يا باشا. ربنا يكرمك. باذن حضرتك كل سنه اولا وانتم طيبين، وعايزه اكلم فضيله الشيخ الدكتور. مع حضرتك اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور مجدي، ربنا يبارك لك ويسترها معاك ربنا يحفظك ويكثر يعني كل شيء جميل عملتوه في القناه دي، ربنا يبارك لكم فيها يا رب العالمين، من صغيرها لجدارها يا رب. ربنا يبارك فيك يا ماما. اتفضلي. بعد اذن معاليك ليا سؤال جزئين. يعني الجزئيه الاولانيه ان كنت سمعت في اذاعه القران الكريم دكتور فاضل ربنا يبارك له الدكتور عمر هاشم بيقول في حديث يعني ان الامام حامد الغزالي بيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ممكن بيجي الانسان في المنام، ولو الانسان اكثر ذكر لله وكان قريب لربنا بيجي له يقظه ويحل له مشاكله. ايه راي حضرتك في الجزئيه الجميله دي؟ ورحت اقولها في الشغل اتريقوا عليا وقعدوا يقولوا يا ترى بقى الرسول بيجي بروحه ولا بيجي بجسده؟ فانا عايزه حضرتك توضح الجزئيه دي على الملا. طيب حاضر. النقطه الثانيه بعد اذن عليك. اتفضلي. انا شفت في الرؤية ان ست فاضله من الدكاتره العظام اللي هم الدعاء جايه بتديني جلابيه لفاضل عالم فاضل جليل من علماء الازهر، وبتقول لي بيديكي دي وانا قاعده في حته فيها نور، مش نور عادي يعني، مش نور الليد ده، زياده شويه. فقمت اخدها منها، وانا باخدها لقيت الديل في يعني القطعه مش واصله للديل، عارف لما تروح نرفي حاجه كده ده بيقول عليها ضب مفتاح مقطوعه كده الديل بس مش واصل للديل، فانا اخدتها وقمت من النوم على كده. يا رب يسترها معاك وضح لي دي لاني قلبي وجعني، خايفه يعني يكون الجلابيه دي القطعه دي حاجه وحشه ليا. طيب حاضر. ربنا يبارك في عمرك ويسترها. شكرا معاك. جزيلا يا حاجه فاطمه. اختنا ام احمد رجعت لنا. اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك اكلم فضيله الشيخ. الشيخ سامح حضرتك لو في سؤال يا ام احمد اتفضلي. ايوه بعد اذن حضرتك الله يكرمك، عايزه توضيح ليا وللجميع على سؤال بيعمل لنا بلبله في لخبطه في الاستفسار وكده. انا زوجي رحمه الله عليه متوفي من 10 سنين، وكان شاري قطعه ارض غير ممهده للزراعه، وكان في اثناء حياته بدا يحفر بير عشان الارض اصلا غير ممهده وما فيهاش ميه ولا الكلام ده، ولكن توفاه الله بعدها وبقى له دلوقتي 10 سنين. فدلوقتي انا قمت بالفعل ان انا الحمد لله ربنا انعم عليا ان انا عرفت ابيعها. ففيه بعض الشيوخ بيقولوا لي ان مجرد ان انت تستلمي الفلوس من التاج من البايع لازم تطلعي زكاه في الحال عليها، وفي يقول لي لا بعد ما تشتريها وتحطيها مثلا على سبيل المثال في بنك وتعدي عليها حول تعتبر بمثابه زكاه مال تدفع عليها الزكاه. فانا بصراحه حضرتك بعتي وقبضتي يا مها؟ انا بعت وقبضت على اساس ان هي ارض غير مستصلحه وما خرجناش منها بحاجه، بس كان زوجي الله يرحمه كان واخدها بنيه ان هو يستصلحها، لكن توفاه الله بقى له 10 سنين. حاضر. واحنا لسه دلوقتي يا دوبك بدانا نبيعها. السؤال واضح والدكتور هيجاوب حضرتك ما تقلقيش. أيوة في سؤال تاني. الله يبارك لك بقى كمان، مع غير الارض الصحراويه او اللي هي مش ممهده بالزراعه، ارجو توضيح الزكاه في فروع الاراضي بالمره، ارض مباني، ارض زراعه، جميع تخصص الاراضي، وجزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. الاستاذه ايمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. سمحت معايا سؤالين يا شيخ بعد اذنك. اتفضلي. السؤال الاول، عند اختي بصلي بس كنت حطيت مولوكين يعني في ايديا في ضوافر يعني، فواحده قالت لي حرامي كده مش هينفع لك صلاه عشان انت حاطه الحاجه زي كده، يا ريت تمسحيها من ايدك. فانا كده ممكن اعيد الصلاه من جديد تاني؟ في سؤال تاني، السؤال تاني، انا بذبح يعني حاجه زي بحه او فرخه الدم بتاعها نطر على هدومي، فانا رحت شهدت عليها كده وجيت صليت، واحده قالت لي ما ينفعش لازم تخلع دمك خالص عشان الدم ده غلط، فانا عايز اعرف صح كده ولا غلط. شكرا جزيلا. اختنا الاستاذه وفاء. وعليكم. وعليكم السلام يا مدام وفاء. حضرتك اولا يعني بشكر وبحيي يعني
القناة والدكتور مجدي والمفتي على الندوات بتاعت الجامعة دي، جميلة جدا. ربنا يحفظك. ويا ريت نعملها كمان في النوادي والله. إن شاء الله يكون بإذن الله فعلا. بإذن الله. عندي سؤال بالنسبة لل الصدقة اللي هي بدون فوائد يعني. صدقة؟ ايوه الصدقة من يعني الفوائد؟ انا سمعت ان في ان الصدقة لو الواحد ما بياخدش يعني اقصد القرض، القرض الحسن عليه 18 حسنة غير الحسنات العادية عليها 10. فكنت سامعة في ندوة الشيخ الشعراوي بيسألوه في الخارج يعني ازاي يعني يحصل كده، فقال لهم ان الصدقة 10 امثالها، فهذه الذكر ده هيرده، فيبقى 9، يبقى 9، والله يضاعف لمن يشاء يبقى 18. فهل رقم 18 ده ايه مصدر المعلومة دي؟ حاضر. مش عارف. حاضر. سؤال تاني من فضلك. اتفضلي. من المفاجأة. الحروف من نور البرنامج ما جاش تاني ليه؟ حاضر. ده برنامج جميل جدا. هنشوف رأي الدكتور مجدي في الموضوع ده. شكرا يا مدام وفاء. اختنا الاستاذة هدى اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو سمحت انا عايز اسأل عن مؤخر الصداق. يعني مثلا هو متجوزة مثلا من 38 39 سنة، كان مبلغ مثلا بسيط 500 جنيه 1000 جنيه. دلوقتي لو حب الزوج يردهولي بقيمة دلوقتي، ولا هو زي ما كان مكتوب من 35 سنة أو أكتر؟ حاضر. شكرا. نروح كمان لأختنا الحاجة أم أحمد. تفضل يا أم أحمد، سؤال حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الدكتور حاجة لو سمحت. تفضلي يا فندم. أنا جوزي متوفي الشهر ده، يعني أول الشهر دوت اللي احنا فيه دوت، فبصراحة مات فجأة يعني، كنا قاعدين مع بعض وكده وتوفى مني الثواني كده نص ساعة، كان اتكل على الله. فأنا حزينة جدا يعني، تعبان، بقعد أعيط كتير، مش قادرة أقابل كل حاجة قدامي بفتكره. هزي وديني على طول، هزي نص ساعة بالظبط كان يتوفى، وأنا وهو كنا كويسين مع بعض جامد. بس طب قراءة القرآن للميت ايه، بتوصل له ولا بيقول الدعاء بس؟ حاضر. عايزة أعرف يعني بدعي له بس بقرا قرآن برضه، بس بيوصل له ولا لا؟ نفسي أشوف يعني وزارة المقابر ودعي له بالله عليك يا شيخ، بالله عليك ادعي له والناس تأمن، عشان هو نص ساعة بالظبط وهو قاعد معايا قال لي قلبي قلبي قلبي، على بال ما رحت وجريت بالمعاد كانت اتكل على الله. بقاء الله يا مصطفى. حزينة عليه جدا جدا جدا، ومش قادرة ودعي بالصبر، ربنا يكرمك. شكرا يا أم أحمد، يعني هوني على نفسك، ربنا يرحمه وتولاه برحمته ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله ويصبرك ودعواتك ليه يعني. انا بشكر حضرتك يعني على هذا الوفاء وهذه المشاعر الطيبه والنبيله يعني تجاه زوج حضرتك، ربنا يرحمه. طيب احنا قبل ما نبدا بس الاسئله مولانا عشان نقفل موضوع السهو، خلاص من سهى وهو يسجد للسهو فخلاص ما يرجعش تاني. حضرتك قلت المصغر لا يصغر يعني. طب الشك في عدد الركعات او احد اركان الصلاه هو اللي بيستلزم سجدتي السهو؟ مش يستلزم. احنا قلنا الشك في عدد ركعات الصلاه او عدد السجدات للصلاه يعني للركعه فيها سجدتين، قلنا بيبني على الاقل ويستحب ويسن ان يسجد سجدتي السهو. يسن ويستحب. الذكر المستحب في صلاه السهو سجدتي السهو، احنا بنقول اي حاجه حضرتك يعني اللي وارد ولم يرد شيئا او شيء بعينه. وقالوا نقول زي ما بيقول في السجده العاديه سبحان ربي الاعلى 3 مرات. بعضهم بيقول نقول سبحان من لا يضل ولا ينسى، او سبحان ربي من لا يضل ولا ينسى، ما فيش مشكلة لأنه من ضمن الدعاء ومن ضمن الذكر ده ومن ضمن الذكر يعني، فيش مشكلة. فنقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان من لا يضل ولا ينسى، ما فيش مشكلة. طيب آخر حاجة، كيف يقي الإنسان نفسه من السهو في الصلاة؟
دي عاوزه قضيه، لان هل مريض او غير مريض؟ اهو غير المريض يقي نفسه من السهو في الصلاه بالتركيز في الصلاه. التركيز ده بيساوي عندنا الخشوع في الصلاه. ودي مشكلتنا الكبرى، ان انا زي ما دخلت في الصلاه بخرج منها، مفيش تركيز، مفيش خشوع. لذلك لا يشعر كثير من الناس بلذه المناجاه في الصلاه. ما بيحسوش باللذه، ليه؟ ما انا مش خاشع. ما انا يعني ايه؟ بيقول لك المتخصص يقول لك ايه؟ لا تنظر الى السوى، ما تبصش لحد غير ربنا في الصلاه. هو بس سيدنا بقى ايه؟ اذا دخل احدكم الى الصلاه فان الله تلقاء وجهه. يعني ربنا كده بجلاله وعظمته قدامك. يعني فلا ينشغل الا به، فلا يلتفت في صلاته. خلاص انشغل بالله. طب انا ما انشغلش بالله، واشتغلت بقى بالشغل وبالاولاد وبالفلوس وبالمش عارف ايه وايه وايه، طب انت داخل مشكله في الصلاه، مش داخل لله. اوعى تدخل الدنيا، اوعى تدخل للصلاه بالدنيا. صحيح. هنا تبقى في مشكله. صحيح. يبقى لو دخلت للصلاه بالدنيا فلا خشوع. انما خلي الدنيا وراء ظهرك، بتقول الله اكبر، يعني انا برمي الدنيا كلها وراء ظهري اهو، وداخل لك اهو من غير دنيا خالص، داخل لك لوحدك. ان فعلت ذلك يعني تحققت بشيء من الخشوع، وتكون من عباد الله قد افلح المؤمنون، اول صفه فيهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب اخونا الاستاذ محمد، الحاج محمد، ربنا يديله الصحه، 70 سنه، هو مش كبير يعني الحقيقه، ربنا يديله الصحه، يعني عنده مشكله في الصلاه والسهو وبيتغاضى وبينسى. هو ربنا يديله الصحه والعافيه، بيقول بنسى في السهو غير السهو. فانا عاوز بس المساله، لذلك مساله سجود السهو او السهو دي نعالجها زي ما قلت. هل هي حاله مرضيه ام هي حاله تردد وهي مرضيه ايضا، ام هي يعني حاله من عدم التركيز؟ مرضيه نروح لطبيب، تردد لو كان قوي شوية هروح لطبيب، مش قوي أقطعه وأبني على طول. ليه؟ لأن ما يخش لك الشك، حتى العلماء علمونا الشك كتر وأنا صليته اتنين ولا تلاتة، بنقول الأصل تبني على الأقل. كتر الشك بسبب تردد، بسبب شيء من الوسوسة، قال لك يا سيدي هتبني على الأزيد، أنا صليت تلاتة. ليه؟ عشان تبني الثقة داخل نفسك، لأنك لو فضلت كده يحدث مرض، والصلاة تشفي من الأمراض ولا تأتي بالمرض. يبقى مش عاوز نخش ونفضل متخوفين، انا صليت اتنين ولا تلاته، اتنين في الصلاه على طول، وده لما بيكون حال الانسان كتير كده. انما لما يكون حاله عادي ونسي خلاص بنقول بيبني على الاقل. فانا مش عاوز نشوف الحاله هو كتير وما نربطهاش بالسن كتير، ممكن تكون بالسن لان العروق بتضيق وحاجات كتير بتحصل، ربنا يشفي الجميع ويعافيه. فانا بقول لحضرتك لو هي كتير نعرض نفسنا على الطبيب. قال دي شيخوخه او من السن او من العروق والكوليسترول والدهون الثلاثيه والحاجات دي، خلاص يبقى امر طبي، لو ملوش علاج نتوكل على الله ونخلينا نصلي عادي. طيب مش امر طبي، يبقى احنا هنا عاوزين نعالج نفسينا الا نتردد ونركز في الصلاه ونخشع، لانك لو ركزت لما سهوت بالنسبه لغير المريض. قبل ما نطلع فاصل، ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصه بيصلي لكن بيلخبط، فهل هو عليه شيء او يقدر يساعده اكتر من كده؟ هو الاول قال معلش حضرتك، بقول بصلي ساعه الاذان في البيت، ما بصليش جماعه. صلاه الجماعه عندنا سنه مؤكده او فرض كفايه، بمعنى اذا فعلها البعض سقط الاثم عن الباقين. طبعا صلاه الجماعه جميله وليها اجر عظيم، الصلاه نفسها ليها اجر والمشي للمسجد ليه اجر. طيب هيصلي في البيت، الصلاه صحيحه وجائزه. هيصلي اول الاذان، خلاص اول ما الوقت يخش لك أن تصلي وقت الفريضة. ابنه بقى من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعانك الله عز وجل عليه وهو بركتكم في البيت، وعنده 30 سنة، بيقول إن هو يعني أنا أقول كاتبها بيتهاون في الصلاة، عاوز يقول إن هو يعني إيه يعني ما بيظبطش صلاته قوي. نحاول نخليه يظبط صلاته، مالناش حل إلا كده. إنما هنعمل له إيه؟ هنضربه يعني؟ مفيش ضرب على كده. إنما نحاول نقول له ما أنا هصلي قدامك أهو، هنصلي كذا، أخليه يصلي ورايا وأنا إمام، عشان خاطر يظبط صلاته ويصبر في صلاته. دي جايه من ايه؟ من قله الصبر، او جايه من اللامبالاه. نتعلم الصبر او اللامبالاه دي نشيلها ازاي؟ نشيلها من القدوه اللي قدامنا، والدي كده فانا بعمل زيه، وهكذا. انما نصبر عليه مره، ولانه من صاحب اصحاب الاحتياجات الخاصه نصبر عليه 100 مره، ونقول واحده واحده بالراحه، ونحاول نعلمه هذا الامر ونصبر نحن عليه. نستأذن فضلتك فاصل لفضلت الدكتور مجدي، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.
هل تربية الكلاب حلال ولا حرام مع انها مذكورة في سورة الكهف؟ هل يوم الايام الناس هتتنادى باسماء امهاتهم مش باسماء الابهات وليه؟ مستحضرات التجميل اللي انتشرت الايام دي بين البنات خصوصا اللينسز، هل حرام بتغير من خلقة ربنا ولا ايه؟ برحب بحضراتكم في الجزء الثاني من فتاوى الناس بصحبة عليمنا الجليل فضيلة الدكتور مجدي عاشور. نجيب أسئلة الشارع سريعا ثم ننتقل إلى تليفونات السادة المشاهدين. يا مولانا، تربية الكلاب حلال أم حرام؟ إحنا عندنا قلنا تربية الكلاب الأصل فيها يجوز تربية الكلاب، المهم في مسألة بنربيها ليه ومسألة النجاسة. فقلنا مسألة النجاسة خرجنا منها بمذهب السادة المالكية فقلنا الكلاب مش نجسة. طب مسألة التربية، قلنا تربية الكلاب للحاجة عشان نوسع الدنيا شوية. كان زمان في الحديث النبوي الصحيح الشريف الصحيح يقول ان يجوز الكلاب للماشية اتخاذها للماشية او ان احنا للحراسة، حاجة من الاثنين، بحرس الماشية او بحرس البيت او للصيد عشان يصطاد بها شيء. طب دلوقتي ممكن الدنيا تبعدت ما بقتش زي الاول، وممكن في حاجات تانية غير كده، واحد ما عندوش حد يجيبه بفلوس وهو كف بصره او من ذوي الاحتياجات الخاصه، عايز حد يدله على الطريق، فالكلب ذكي فبنعمل كده. يجوز؟ طبعا يجوز. ليه؟ لانه عنده حاجه لهذا، والحاجات تتعدد. فاذا كان هناك حاجه فتربيه الكلاب لا شيء فيها. وطبعا قلنا النجاسه مساله الساده المالكيه خلاص حلت لنا هذا الامر. طيب يوم القيامه ينادى الاشخاص باسماء امهاتهم فعلا؟ مما اشيع ان يوم القيامه يعني ينادى الناس بأسماء أمهاتهم، وهذا ليس صحيحا عند التحقيق، وإنما التحقيق والصحيح أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أبيه. يبقى هي قالت ليه؟ فإحنا قلنا لا، ما مش هنقول ليه، لأن خلاص هو بالأصل هيتنادي باسم أبيه وليس باسم أمه. بتقول يعني في ظل ثورة مستحضرات التجميل للبنات وكده، فكرة العدسات اللاصقة اللي بيتحطها البنات أثناء الخروج وتغير لون العين. احنا هنا عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية نقول ان هي لا يجوز. امتى؟ لو كان فيها ضرر على صاحب اللي هيحط اللينسز دي العدسات ده هتضره، نقول له ما تلبسهاش، حرام عليك تلبسها عشان دي ضرر عليك من ناحية الصحة. او ان انا بحطها عشان ادلس على الناس. بمعنى ايه؟ لو جه واحد يخطب الواحدة كده فهي لابسه له اللينسز دي، عاوز اقول حاجه، كله عارف دلوقتي يعني الخاطب وراح يقول لي يخطب البنت عارف ان هي مركبه عدسات مش دي عيونها الطبيعيه، فما فيش حتى مساله الغش والتدليس مش متوفره الان. فلذلك بنقول طالما ان ما فيهاش ضرر صحي وطالما ان ما فيهاش تدليس فهي حلال لا شيء فيها وليس فيها تغييرا لخلق الله عز وجل. طيب هنعود لاتصالات اخواننا المشاهدين. الاستاذ احمد كان عنده سؤالين. السؤال الاول بيقول انه بيجي له وسواس اثناء الصلاه وقل التركيز. ما احنا قلنا دي نعالجها ازاي؟ الوسواس الكتير قلنا عاوزين بس يعني ايه، عاوز الانسان يكون عنده ثقه بربه، عاوز الانسان يكون عنده خشوع مع الله. ليه؟ كلما زاد خشوعك، خلي بالك، كلما قل نسيانك وكلما قل سرحانك في الصلاه. يعني حتى في حياتك الطبيعيه لو خشوعك زاد صعب ان يجي لك لا قدر الله، ربنا يسال الساده المشاهدين يعافيهم جميعا، الزهايمر مثلا. ليه؟ خاشع، محضر الذاكره بتاعته، فده بيساعد نفسه على العلاج. زي ما تقعد كده، انا اعرف ناس كبار حتى بعض احبابنا الكبار بيقعد يفضل يذكر نفسه باشياء وهو اللي يحل ويعمل كلمات متقاطعه ويعمل مش عارف السودوكو ويعمل بتاع ايه عشان يشغل الذاكره، الميموري تشتغل وتبقى العروق شغاله كويس. فانا بقول مساله ان الصلاه بقى والشك في الصلاه بيجي يا اما مرضي، وان مرضي نذهب الى الطبيب لو كان متكررا كثيرا. طيب مش مرضي يبقى عاوزه تركيز بس، لان شكوانا الان ليس في اداء الصلاه ولكن في اقامه الصلاه، واقامه الصلاه اهم حاجه فيها الخشوع في الصلاه. فاحنا عاوزين خشوع في الصلاه عشان نحس بلذه الصلاه، وده بالتركيز. اركز ازاي؟ انا قلت قبل كده عشان اركز في الصلاه بالنسبه لقراءه الفاتحه او ايه من القران او سوره او التسبيحات بتاعه الركوع والسجود، ان انا اقولها بطريقه كل حرف متحقق. ففي جاي في الركوع اقول ايه؟ سبحان ربي العظيم كده، مش سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هتركز ازاي؟ هيجي لك خشوع منين؟ انما تقول سبحان ربي العظيم، حتى تفكر في كلمه سبحان مره،
وفي السجود كده وفي التشهد وانت بتقوله كده وفي الانتقال سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم وانزل كده مفيش خشوع مش نقر يعني يتدبر ويتفكر مش عايزين نقر الديك زي ما بيسموه كده فعاوزين تدبر تدبر الكلمات ييسر عليك الخشوع في الصلاه. سؤاله الثاني كان بيقول انه في حاجه غاليه زي موبايل عاوز يشتريها بالتقسيط وطبعا القسط بياخد سعره بيغلى شويه فايده يعني. ما احنا قلنا التقسيط ما فيهوش حاجه لو دلوقتي الموبايل بتاع حضرتك ب 10000 جنيه وبعدين يعني عاجل دلوقتي حال دلوقتي قال لك ولو بالتقسيط هدولك ب 15 على سنه سنتين يجوز في سلعه موجوده يبقى خرجت شبهه الربا يبقى يجوز. الحاجه فاطمه كانت بتسال عن ما نقله حسب قولها يعني استاذنا الجليل الدكتور احمد عمر هاشم عن ابو حامد الغزالي يقول ان الرسول ممكن يجي في المنام يعني وممكن يجي في اليقظه فهي هل هي سمعت صح ولا مش عارف يعني. انا عاوزها تسمع صح من استاذنا الدكتور احمد عمر هاشم لانه ما اظنش ان هو قال ان يجي ويعمل لك ويقضي حاجتك كده سيدنا الشيخ يقولها على الملأ كده بالطريقه دي فارجو ان حضرتك يكون السماع من الشيخ كويس حتى لا ننسب لاحد قولا هو لا يريده اصلا يعني حتى لو سالتي استاذنا الدكتور احمد عمر هاشم في هذا هتلاقي ان الطريقه او الفهم مختلف. فبتقول رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظه العلماء الثابت عند جمهور العلماء مش عايزين نروح للحاجه اللي هي النادره الثابت ان رؤيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من راني في المنام فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. بعض العلماء بيقولوا بعض العلماء ان ممكن نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقظه صلى الله عليه وسلم ايه اللي بتقوله ده وهل بقى بنفسه يقول لك ينتقل من مقامه الشريف هناك ويجي لك او عالم مثال كما يقول يونس الغزالي ده في شرح كبير. طب هنروح له ليه اصلا في شرح كبير خلينا بس واحنا كلنا بنستنشق يعني كيف تسال عن رؤيه رسول الله في اليقظه وانت لم تره في المنام ازاي يعني عاوزين نخش في مساله الرؤيه في المنام وما نتكلمش ثاني. اليوم السيوطي متكلم عن هذا ومتكلم ان يجوز كله بس حتى لما قال دي مساله عزيزه جدا فانا بقول اهو خلينا مع القول المشهور بين الناس الذي فيه مستقر للاحكام وهو ان رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في المنام. عظيم. سؤالها الثاني رؤية وشافت ان واحدة من الداعيات بتديها جلبية لعالم جليل منه ليها وفيها قطع تحت ضبة ومفتاح بتقول زي ما قالت كده فيها قطع فهي خايفة. طيب عاوزين نقول خايفة يعني بمعنى ايه الجلبية دي يعني تستر الناس بتستر الانسان بتكسوه يعني تجمله وفي نفس الوقت تستر عيوبه فاحنا ممكن يكون ضبة ومفتاح الجلبية دي معناها ان ممكن عاوزين نزود شوية في الطاعة عشان باش في ولا ضبة ولا مفتاح وعشان تبقى الجلبية تكسونا كلنا كده مش في قاطع ظهر حتى عشان لان الجلبية دي هي اللي بتستر عورات الانسان بتستر ما في جسم الانسان بتزين الانسان في بعض الوقت فعاوزين طاعة شوية لله عز وجل عشان خاطر نزود درجاتنا. طيب اختنا ام احمد زوجها متوفي من 10 سنين وكان واخد ارض استصلاح باعتها هل عليها من زكاة مولانا؟ احنا عاوزين نقول الارض لو كانت للاستصلاح يعني للزراعة وليست للاستثمار خلاص فبيره مش بيره وعملش واتباعت يبقى حضرتك اول لانها ليست للاستثمار ولكنها كانت للزراعة ليخرج منها زرع. شوف الكلام اهو دي اول ما ناخد الفلوس هنستنى يحول عليها الحول فبلغت النصاب وحال عليها الحول وزائد عن الحاجة نطلع 2.5% يبقى ما ناخد الفلوس ليه لان الارض دي كانت ليست للاستثمار ولكنها كانت معدة للزراعة والارض الزراعية ما فيش زكاة على الارض وانما الزكاة على ما يخرج من الارض. نعم. طب وبشكل عام هي بشكل عام يعني طبعا عاوزه زكاه يعني زروع وكده يعني عايزه حلقه كله وعاوزه حلقه ممكن نعمل حلقه برضو عن الزكاه ونشرح لحضرتك كده انواع الزكاه بتاعت الاراضي والعقارات والعروض بتاعت التجاره وكل هذه الاشياء وانما الارض الزراعيه ليست عليها زكاه خلاص. بالنسبه للانسان المستاجر اللي بيزرع يبقى الزكاه في الزرع. وطب واللي مأجر الارض صاحب الارض الزكاه من الفلوس اللي بتخرج من الاجره انما الارض نفسها غير ناميه بالنسبه له يبقى ما يطلعش عليها زكاه. اما لو اراضي عقارات بقى عشان الاستثمار يبقى يخرج عليها زكاه ودي بتتحسب لما يبني الارض او لما يبيع الارض لو مسقع الارض عشان يبيعها اول ما ياخد بيطلع 2.5%. استاذه ايمان بتسال المونيكير في الاظافر صلت بيه
فهل البعض قال لها لا ده كده بصلاتك مش نافعة لأن الوضوء مش صحيح، تعيد الصلاة ولا هي تعمل؟ لا، هو المنكير في الصلاة في الأظافر لو كان المنكير حدته على وضوء وصليت لا شيء فيه خلاص، إنما أنا اتوضيت وفي إيدي المنكير والمنكير ده كثيف تقيل ما بيوصلش، لو حطيت المية على الضفر ما بيوصلش للضفر لأن المنكير بيمنعه، في الوقت ده الوضوء غير صحيح ومن ثم الصلاة غير صحيحة. إنما حط المنكير بعد الوضوء وصلي بيه الصلاة صحيحة لا شيء فيها. امبارح يا مولانا دار حوار بشأن أنه فيه منكير بيقولوا عليه حلال بيدخل الهواء والمية يعني الأكسجين والمية، بدأت البعض السيدات يستخدموه، هل لو حطوه لعدد من الأيام وتوضوا صلوا بيه ده جائز على عهدة الصناع بقى ولا على لا على عهدة الصناع وعلى عهدة قول أهل الخبرة. لما بيجينا حاجة زي كده في دار الإفتاء المصرية الشغل المؤسسي بنعمل إيه؟ بنخاطب المتخصصين، متخصصين مثلا بنخاطب المركز القومي للبحوث فنقول لهم هو المادة دي بالفعل لا تحجب الماء، أهم حاجة عندنا قول الفقهاء الماء. أنه إذا حجب الماء عن الوصول إلى العضو المأمور أن نغسله نقول الوضوء غير صحيح، إنما ما حجبش الماء والله ده خير وبركة حلو يلا نعمله بس عظيم. أهل الاختصاص هم الذين يقولون هذا عظيم. طيب برضو سؤال لأختي إيمان التاني بتقول كانت بتذبح حاجة يعني زي أرنب أو بط أو فراخ يعني وهدوم ترتش دم على هدومها يعني فتغسله ولا تغير هدوم خالص عشان تصلي؟ لا احنا بتقول بحه يعني البحه دي اظن البطه ممكن يعني طير من الطيور فذبحت طيب وجات عليها البتاع احنا هنا بنقول ان هي تغسل مكان الدم مش لازم نغير الجلابيه كلها، المهم نغسل مكان الدم ازيل اثر هذا الدم خلاص يبقى نصلي في هذا الثوب ولا شيء عليك. الحاجة هدى كانت بتسأل لا وفاء الأول الحاجة وفاء بتسأل عن القرض الحسن كلها سمعت حد بيتكلم عن إنه اللي بيقرض شخص فبيكون له مش 10 أمثاله ده 18 مثلي يعني هل ده صحيح؟ أولا أنا بشكرها على متابعتها للندوات التي توزعها قناة الناس وإحنا أزعنا يمكن 4 ندوات ولا حاجة أو 3 وجاية الرابعة أو شيء من هذا وإحنا بنبشر حضرتها إن هذا كما هو في الجامعات سيكون في النوادي الكبرى وغيرها من نوادي الشباب الكبرى أيضا عشان بس المستفيدين أكتر، والغرض من هذه الندوات أن يكون في تواصل مع الشباب، قناة الناس رأت أن لابد من النزول إلى الشباب فأتت بالعلماء الكبار هؤلاء وينزلون إلى الجامعات خاصة الشباب في الجامعة، فالأماكن اللي فيها شباب هنروح لها بس يكون فيها تجمعات عشان خاطر نسمع الأسئلة ويبقى فيه عملية لايف كده حاجة حية على الهواء مباشرة يبقى فيه تفاعل بيني وبين الشاب أو الشابة عشان اعرف مقصوده من السؤال ايه او مقصودها ونريح الخاطر واحنا اللي ننزل للشباب مش هم اللي جونا، فده ان شاء الله سيكثر في الايام القادمه باذن الله ويكون في اماكن تجمعات الشباب. طيب قبل الاجابه ناخد الاستاذ سامح معلش يا مولانا عشان بس الاتصال ما ينقطعش وتتفضل سيادتك بالرد على الحاجه وفاء. اتفضل يا استاذ سامح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال فضيله الشيخ؟ اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمعت يا دكتور والله انا كان عندي سؤالين عايز اسال حضرتك فيهم. اتفضل. اول سؤال حضرتك يعني انا بعد الاستنجاء لما باجي استنجى عشان خاطر اتوضى من بعد ما بخرج من الحمام لحد ما بخلص صلاه دايما في حاجه بتخرج مني زي ريح، ساعات بتيقنها ساعات ما بتيقنهاش والحاجات دي عامله لي وساوس في الصلاه فمبقاش مركز في الصلاه وتعباني جدا. تمام. وتاني سؤال حضرتك يعني انا كنت قبل التوبه كنت بعمل معاصي كتير يعني كان دايما باستمرار بعمل معاصي وذنوب كتير فربنا كرمني وتوبت بعد فتره بس دايما عندي شعور بالخوف ان انا هموت واخش النار وافضل اتخيل عذاب القبر فمش عارف ده غضب من ربنا ولا ايه حضرتك. طيب محتاج حضرتك يعني تشرح لي بالظبط عشان افهم بس لان انا تعبان بصراحه. حاضر. شكرا استاذ سحر. شكرا يا استاذ سامح. الحاجه سحر او مدام سحر اتفضلي يا فندم. من فضلك ممكن اكلم الدكتور مجدي؟ الدكتور مجدي مع حضرتك يا هاني متفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك فضلت الشيخ. اتفضلي يا فندم. بالله كان لي سؤال عند حضرتك ممكن تجاوبني؟ اتفضلي يا فندم. انا متجوزه بقالي 25 سنه. ومع جوزي كنا كويسين وعايشين حلو بما يرضي الله يعني ورعايه ربنا فيه في ولاده وفي حياته. وفجاه لقيته مع العلاقه مع واحده ثانيه. وبياخد مني انا موظفه وبشتغل
وبياخد مني فلوس ويصرف عليها. فأنا دلوقتي اتصبت بالحالة النفسية أو بضغط عصبي جامد. بس مين اللي قال لحضرتك هذا الكلام؟ هل هو زواج ولا انت شاكه انه في علاقه خارج اطار الزواج؟ لا هو كان في علاقه لمده سنه وبعد كده اكتشفنا ان هو متزوجها، اتجوزها بعد احنا ما عرفنا ان هو كان على علاقه بيها. فانا دلوقتي الحمد لله الحمد لله يعني عفوا تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا دلوقتي قربت من ربنا اكتر واكتر وبصلي يوم الليل وبصوم اثنين وخميس والحمد لله. انا معايا ولدين وبنت، بنت متزوجه ولد في ثانوية عامة في يعني مدرسة 5 سنين ولد في أولى إعدادي. أيوه. فأنا دلوقتي عمالة أصلي وأدعي لكن كل ما أفتكر الخيانة بتاعته أنهار وأتعصب. تمام. وكل هو دلوقتي معايا برضه ما رضيش يسيب بيته ولا رضي يسيب ولاده. وكل طلباته مجابة. يعني حياتنا كانت زي الأول بالظبط. ربنا يبارك لك يا حاجة صح. طيب السؤال في حاجه يعني ولا انت بس بتحكي دكتور؟ ايوه السؤال دلوقتي انا عايزه اغفر واسامح، بتمنى من ربنا سبحانه الله وتعالى ان يرجعنا زي الاول تاني. فانا بعمل ده كليه وضغط على اعصابي فانا مش متقبله الموضوع ده فمش عارفه اعمل ايه. حاضر يا مدام صح. بالرغم ان انا بصلي وبدعي وبستغفر ربنا. طيب. لكن لما بفتكر خيانته وفلوس اللي كان بياخدها ويصرف عليها بتعب. طيب تابعينا وفضيلة الدكتور مجدي سيروح قلبك ان شاء الله. اخر اتصال من مدام سماح لان وقتنا الحياة بيجري. مدام سماح فصل. طيب معنا ثلاث دقائق مولانا. اتفضل يا فندم. الحاجه وفاء كنت حضرتك شفت تجيبها. بتقول القرض الحسن 18 حسنه. طبعا ده الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من اعطى قرضا لاخيه او قرضا حسنا ضاعف الله له الاجر 18 ضعفا 18 مره. فبتقول يعني هو ليه 18 مره والصدقه 10 مرات؟ الصدقه جت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه. ده في الصدقه. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فممكن يضاعف. فلما جه ان الصدقه بواحده او بعشره بناء على هذه الزيادات او الفضل من الله عز وجل. والقرض 18 ليه؟ قال احب الله عز وجل ان يلين قلوب الناس للقرض الحسن ليرتفقوا، بمعنى ان يتعاونوا مع بعض. محتاج هتاخد 18 قرض ليه؟ لانك تعطي القرض وقد لا يرجع اليك، بتعطي الصدقه وانت عارف ان اجرها عند الله عز وجل. فربنا بيقول لك في القرض حتى لو ما رجعتش ليك قرض الثواب عندي باضعاف مضاعفه ان شاء الله. 18 بقى ليه 18؟ ممكن زي ما قال سيدنا الشيخ محمد بن طارق الشعراوي وقيل غير هذا من الكلام، المهم نعمل القرض الحسن ونعمل الصدقه. برنامج حروف من نور. برنامج حروف من نور احنا عندنا خريطه اصلي ولازم نعرف ان يعني الخريطه ممكن ما يجيش فيها تكرار كتير، فلما يكون حد ليه برنامج وممكن برنامج يومي فممكن يتذاع مره ثانيه برنامج ثاني له، عندنا ترتيبات في الخريطه كده فبنراعيها في هذه الامور ليس لاي شيء اخر. الحاجه هدى بتقول مؤخر الصداق جوزها يرجعه لها بقيمته اللي كان وقتها قبل 35 ولا بقيمه دلوقتي؟ عاوزين بالاتفاق، هذا الامر بالاتفاق، بمعنى ان نقول له يعني انا كان ليا 5000 جنيه سنه 70 او 2000 جنيه سنه 70 و2000 جنيه سنه 70 ممكن تساوي الوقت كتير، فما تيجي نتفق ونشوف، لان هل بالمثل او بالقيمه اختلف الفقهاء؟ فاحنا عشان الاختلاف الفقهاء والامر ده بين زوج وزوجه او بين ناس كانوا عايشين مع بعض او كده نقول ان احنا بالاتفاق نقول طب ال 2000 جنيه دول خليهم يجيبوا الوقت مثلا 50000 جنيه، طب 30000 كويس او هكا 25000 وكده، يبقى بالاتفاق. ليه؟ نظرا لاختلاف العلماء في ذلك ولئلا ينشا نزاع بين اناس لا نريد ان ينشا النزاع بينهما. طيب ام احمد زوجها توفى فجاه وهي حزينه الحقيقه وتطلب. انا عاوز بس ام احمد بقول لها يعني هوني على نفسك، عاوز كل ما تيجي تعيطي بس بشده كده عيطي مفيش مشكله، بس قلنا نقول الحمد لله ان لله وانا اليه راجعون. نسترجع عشان يجي لك انت ثواب وهو ياخد ثواب. استرجع وادعي له، استرجع وادعي له، هنا بفيد نفسي وبفيده، انما هفضل ابكي وافضل اعمل كده وبتاع ايه اللي هنستفيده؟ ولا حاجه. مش معنى كده بنقول المشاعر تتلغي ما تزعليش، ازعلي بس نرشد الزعل. قراءه القران بتصل للميت، قراءه القران ثوابها يصل للميت، وما نسمعش كلام اي حد في هذا الامر خلاص. تمام. لان المشوشون شوشوا علينا امورا كثيره ومنها هذه المساله. تمام. فحضرتك تدعي له، طلعي صدقه، اقراي القران، اي حاجه. الاستاذ سامح اقل من دقيقه مولانا. طيب بعد الوضوء بيخرج ريح ولا اتيقن،
شوف حضرتك اول ما تتوضى عاوزك تصلي على طول عشان ما يخرجش الريح، ما تستناش. وبعدين سيبنا بقى الا ان يجد شيئا، يجد يعني يتيقن، ما تيقنش مفيش حاجه خرجت، لان الشيطان بيجي ايه بيلعب بالانسان في هذا الامر. وانما لو لقيته تكرر كتير نكشف عند الطبيب يمكن في حاجه في القولون. طيب قبل التوبه كنت خايف من الموت لانه عمل ذنوب، يا اخي ما تخافش ولا اي حد يخاف، عملت ذنوب كثيره، المهم عملت ذنوب رجعت الى الله، ندمت ويعني عزمت وفعلت الخيرات، ان الحسنات يذهبن السيئات ورب غفور رحيم، وذنوبك جنب عفو الله لا تساوي شيئا. فما تلتفتش للذنوب بقى خالص خالص، بس خليك في عمل الصالحات. الاستاذه سحر طبعا هي احنا بنقدر مشاعرها، وان زوجها بتقول خانها وبعد كده اتجوز وعمل كده، وهي جميله بتقول انا عاوز اسامح. انت ربنا ريحك قلته وعسى ان تقراه شيئا اخر، كان ما خليش ولا بتصلي تهجد ولا بتصوم اثنين وخميس ولا بتلتفتي للصلاه، مشي اديك التفتي، وكمان انت دورك دلوقتي دورين، كان بياخد فلوسك فخلاص مش ياخد فلوسك، هتصرفيها على اولادك، يبقى دورك في البيت ست وراجل، وده دور عظيم ممتاز. كان الاولاد دول اذا لم ينفقوا الاب عليهم كانهم يتامى، طبعا لنا حق نرفع القضاء بس كانهم يتامى، انت بتتولي امرهم، ده شيء عظيم. لو تولينا امرهم وناخد ثواب عظيم وبنصلي وبنصوم، ما نلتفتش بقى للزوج ده ونقول له ربنا يسامحه يلا يروح مطرح مكان، مع اننا بنقول ضد الخيانه الزوجيه وضد كل ضرر لاي انسان، خاصه من يعيشون مع الناس لسنين عديده مثل هذا وينفقون من اموالهم ثم بعد ذلك يكون هذا جزاءهم. فليعينك الله عز وجل ولتصبري ولك اجر عظيم، والمسامحه اجمل شيء والاحسان الى الناس. لا فضفوك يا مولانا. أحسن الله. شكرا جزيلا موصول لفضيلة الدكتور مجدي عاشور، ولحضراتكم غدا لقاء جديد بإذن الله، في أمان الله.